السلام عليكم في فيديو جديد مع كازاكو.com. اذا في هذه الفيديو هذه نشوفوا الدرس ديال المرجح اللي كتشوفوه في السنه الاولى بكالوريا علوم تجريبيه وكذلك علوم رياضيه. واول فقره ديال هذا الدرس نطرقوا فيها المرجح نقطتين متزينتين. التصميم ديال الدرس يكون على الشكل التالي: اول شيء نبداو بالتقديم، نمر من بعد التعريف ديال المرجح وديال النقطه المتزنه، اخيرا نشوفوا بعض الخاصيات، وطبيعه الحال نشوفوا واحد التطبيق في الاخر ديال الفيديو. كتقديم سنقترح عليكم الحالة التالية: ناخذ نقطتين A و B في المستوى وكنسميو E منتصف القطعة AB. غنرسم لكم الشكل الهندسي اللي تيمثل لي هاد الحالة. دونك عندي قطعة AB E منتصف ديالها. دابا إذا تحدثنا على المتجهات شنو غيكون عندنا؟ طبيعة الحال كتعرفوا أن إذا كان E منتصف القطعة AB عندي المتجهة AE كتساوي المتجهة EB، أولا المتجهة EA كتساوي متجهة بي. دونك تنكتبو اي ا كتساوي بي، واللي نقدرو كذلك نعبرو عليها بالشكل التالي: ان اي ا زائد اي بي كتساوي متجهة منعدمة. اذا بغينا نوضحوها بشكل اكبر تنكتبو المعاملات ديال كل متجهة: واحد مضروبة في اي ا زائد واحد مضروبة في اي بي. وتقدر نقول لكم ان النقطة اي تسمى مرجح النقطتين المتزنتين ا واحد و بي واحد. نتوما ما كتعرفوش شنو هي المرجح وما كتعرفوش شنو هي النقطة المتزنة، وهذا هو الغاية ديالنا من هذا الفيديو. غنقدموا لكم شنو هو المعنى ديال المرجح وكذلك المعنى ديال النقطة المتزنة. اذا شنو هي النقطة المتزنة؟ اللي خدينا ا نقطة من المستوى والفا عدد حقيقي، الزوج اللي كيمثلوا لي النقطة ا والعدد الفا يسمى نقطة متزنة. نقول كذلك أن ألفا وزن أ. على سبيل المثال خدينا الزوج أ واحد، المعنى تاعها هي أن النقطة أ الوزن ديالها هي واحد، أولا كنسميو هاد الزوج كامل بنقطة متزنة أ واحد. مثال آخر ب ثلاثة على زوج، المعنى تاعها هي أن النقطة ب الوزن ديالها هي ثلاثة على زوج، أولا النقطة المتزنة ب 3 على زوج، هذا هو الاسم ديالها. الان نمر للتعريف ديال المرجح، ولذلك نبداو واحد المثال اولا. دونك كنعتبروا واحد النقط ا و بي نقطتين من المستوى، وكنطلب منكم تبينوا ان يوجد نقطه واحده جي، حيث جي ا ناقص 4 جي بي كتساوي المتجهه المنعدمه. هذا السؤال كيطلب مني نبين ان كاين نقطه وحده بحيث جي ا ناقص 4 جي بي كتساوي المتجهه المنعدمه. دونك خصنا نلقاو، اذا خصنا نلقاو كيفاش نقدروا نعبروا على النقطه جي بدلاله ا و بي. داكوغ، دونك شنو نديرو؟ نديرو جي ا ناقص 4 جي بي كتساوي صفر، ماذا تكافئ؟ هذه العباره تكافئ ان جي ا ناقص 4. نقدر ندير دابا علاقة شال باش ندخل جي ا مرة أخرى، جي ا زائد ا بي كتساوي المتجهة المنعدمة، ياكم؟ هادشي ماذا يكافئ؟ يكافئ أن جي ا ناقص 4 جي ا يعني ناقص 3 جي ا ناقص 4 ا بي كتساوي متجهة منعدمة. ماذا يكافئ ذلك؟ يكافئ أن ناقص 3 جي ا زائد 4 بي ا، حيت ا بي هي ناقص بي ا كيساوي متجهة منعدمة. يعني إذا جبت ناقص 3 جي ا للطرف الآخر كنحصل على جي ا كتساوي 4 على 3 بي ا، أو بصيغة أخرى ا جي كتساوي 4 على 3 ا بي. يعني ماذا؟ إذا خدينا القطعة ا بي باغ إكزومبل، القطعة ا بي هي هادي، ياك؟ دونك ا جي كتساوي 4 على 3 ا بي. كنشوفو 4 على 3 ا بي فين كتوصلنا، وهنا كنحطو النقطة جي بحيث ا جي كتساوي 4 على 3 ا بي. كنتنتجو إذن أن النقطة جي هي وحيدة وكتكون معرفة بالصيغة التالية: ا جي كتساوي 4 على 3 ا بي. داكوغ، هذا كان تمهيد بالنسبة للتعريف ديال المرجح. والتعريف ديال المرجح هو كالتالي: لتكن أ ألفا و ب بيتا نقطتين متزنتين من المستوى حيث ألفا زائد بيتا يخالف الصفر، توجد نقطة وحيدة جي
حيث الفا جي ا زائد بيتا جي بي كتساوي المتجهة المنعدمة. جي تسمى مرجح النقطتين المتزنتين أ ألفا ب بيتا. في المثال السابق اش كان عندنا؟ كان عندنا جي أ ناقص 4 جي بي كتساوي المتجهة المنعدمة، ياك؟ والسؤال الأول كان كنا بينا فيه أن توجد نقطة واحدة جي بحيث جي أ ناقص 4 جي بي كتساوي صفر. السؤال الثاني تيقول لي ماذا يمكن القول عن نقطة جي؟ أول حاجة نذكركم تعريف المرجح. فاش يكون جي مرجح النقطتين المتزنتين أ ألفا و ب بيتا، بحيث دائما ألفا زائد بيتا يخالف الصفر. عقلوا مزيان على الشرط، راه مهم بزاف. اش كيكون عندي؟ ألفا جي أ زائد بيتا جي بي يساوي المتجهة المنعدمة. إذا شفت ليكزومبل هذا شنو عندنا؟ عندنا ألفا هي واحد و بيتا هي ناقص ربعة. دونك نكتبو لتكون ألفا كتساوي واحد و بيتا كتساوي ناقص ربعة. أول حاجة لدينا ألفا زائد بيتا كتساوي ناقص ثلاثة، يعني يخالف صفر. هذا أول شرط خصكم دائما تكتبوه عندكم، إلا ما كتبتوش راكم تصيدوا. ولدينا كذلك حسب السؤال الأول ألفا جي أ زائد بيتا جي بي يساوي المتجهة المنعدمة، يعني أن جي مرجح النقطتين المتزنتين أ واحد و بي شحال؟ ناقص ربعة. متفقين؟ دونك دائما عقلوا أن الشرط الأول اللي هو ألفا زائد بيتا خصو خالف الصفر. وتاني حاجة خصكم تبينوا أن ألفا جي أ زائد بيتا جي بي كيساوي متجهة منعدمة. فاش يكون عندنا هاد الشرطين هادو تنقولوا أن جي مرجح النقطتين أ ألفا و بي بيتا. نرجع مرة أخرى للتعريف ديال المرجح. تنطلب منكم تركوا على قف وتقراو مزيان التعريف هذا وتدخلوه لدماغكم. عقلوا مزيان أن ألفا زائد بيتا خص تكون دائما كتخالف الصفر، وأن كتنقولوا جي مرجح لما كتكون ألفا جي أ زائد بيتا جي بي كتساوي المتجهة المنعدمة. ديك الساعات جي مرجح أ ألفا و بي بيتا. داكوغ. نمر الآن إلى خاصيات الصمود. ليكون ك ينتمي إلى أغنجمة يعني يخالف الصفر، ألفا وبيتا عددين حقيقيين حيث ألفا زائد بيتا كتخالف الصفر. تيقول لنا هذه الخاصية إذا كان جي مرجح أ ألفا و بي بيتا فإنه أيضا مرجح أ كألفا و بي كبيتا. هذه الخاصية هذه كتقول لي بطريقة أخرى أن كيف ما بغينا نضربوا هاد ألفا و بيتا في نفس العدد دائما تيحافظوا على نفس المرجح ونقدروا نبينوها. دونك أول حاجة إلا كنا باغيين نبينوا أن جي مرجح كألفا أ كألفا و بي كبيتا، كنتأكدوا أن كألفا زائد كبيتا يخالف الصفر. بالفعل علاش؟ حيت ك يخالف الصفر ينتمي لأغنجمة، وألفا زائد بيتا يخالف الصفر. نقولوا أول حاجة بما أن ك يخالف صفر و ألفا زائد بيتا يخالف صفر، فإن جذع تام يخالف الصفر، يعني كألفا زائد كبيتا يخالف صفر. هذه أول شرط عندنا. ثاني حاجة جي مرجح أ ألفا و بي بيتا معناتها شنو هو؟ جي مرجح أ ألفا و بي بيتا يعني أن شنو؟ ألفا جي أ زائد بيتا جي بي يساوي المتجهة المنعدمة. ومنه اش كنستنتجو؟ نضربو كلشي في ك، يعني ك ألفا جي أ زائد ك بيتا في جي بي يساوي متجهة منعدمة. الاستنتاج هو التالي، استنتاج هو أن جي مرجح أ ك ألفا و بي ك بيتا كيف ما بغات تكون هذيك الك اللي كتخالف الصفر. دونك هذه خاصية الصمود، عقلوا عليها مزيان. وأخيرا نختموا الفيديو ديالنا بواحد التطبيق من أجل تكريس المكتسبات. دونك كيطلب منا التطبيق هذا نحدد ألفا و بيتا حيت جي مرجح أ ألفا و بي بيتا في الحالة التالية ديال اثنان جي أ ناقص ثلاثة جي بي كتساوي خمسة أ بي. إذا نقرا المعطيات تاعنا، عندي جي مرجح أ ألفا و بي بيتا، أول حاجة عندي ألفا زائد بيتا يخالف صفر، و ألفا جي أ
زائد بيتا جي بي يساوي المتجه المنعدمه. دونك لوبجيكتيف ديال التمرين هي نلقى الفا وبيتا، يعني نستنتج واحد الكتابه على هذا الشكل هذا انطلاقا من هذه الكتابه هذه. بطبيعه الحال تيبان لي انني نقدر نطبق علاقه شال ما بين ا و بي بوضع جي بيناتهم. دونك شنو نديرو؟ 2 جي ا ناقص 3 جي بي كتساوي 5 ا بي. ماذا يكافئ؟ يكافئ 2 جي ا ناقص 3 جي بي. نديرو دابا علاقة شال وسط ا و بي كتساوي 5 ا جي زائد جي بي. كتعرفوا جميع ان ا جي هي ناقص جي ا، شفنا هادشي في حساب متجهي. ودابا نحاولوا نجيبوا كاع العناصر الى الطرف الايسر. دونك عمليه بسيطه، غنحصلوا على 7 جي ا ناقص 8 جي بي كتساوي المتجهه المنعدمه. كنلقاو طبيعه الحال كتابه بحال هذه الكتابه هذه، يعني الفا جي ا زائد بيتا جي بي كتساوي المتجهه المنعدمه. طبيعه الحال ديما كنخلي في بالي ان الفا زائد بيتا كتخلي في الصفر. انا عندي 7 ناقص 8 كتساوي ناقص 1، يعني كتخلي في الصفر. ماذا يكافئ ذلك؟ يكافئ ان جي مرجح النقطتين المتزنتين ا 7 و بي ناقص 8، ياك؟ يعني ان الفا كتساوي 7 و بيتا كتساوي ناقص 8. مفاهمين؟ كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، في امل اللقاء معكم في فرصه لاحقه ان شاء الله. وما تنساوش تزوروا الموقع تاعنا كيزاكو.com. شكرا على تتبعكم.